اهلا بيكم يا شباب في الاجتماع التحضيري للموسم بتاع السنه دي. انا عارف طبعا ان الموسم السنه دي موسم غير عادي. استاذ نشأت عايز يعمل برنامج توك شو جاد وسيريس في نفس الوقت. طيب يعني هو بصرف النظر عن ان جاد هي سيريس بالظبط يعني، بس الكلام ده مظبوط فعلا. وعارف كمان ان احنا صعب جدا نغير جلد البرنامج طبعا لان البرنامج اصلا كان كوميدي ساخر يعني سيركاستيك ديسكاستنج، فاحنا عايزين نشتغل نعمل وورك من فاير. وورك من فاير مين ده؟ شغل من نار يعني. ايوه عارف ماشي. بالظبط كده، وخصوصا يعني ان احنا بقينا في مجال منافسه صعبه طبعا لان البرامج التوك شو كتير وكلها فيمس سو فيمس. طب اروح انا؟ العفو يا كبير. بجد والله روح انا؟ ليه بس كده يا كبير؟ ما انت عمال تنط في كلامي مش فاهم. لا يا كبير، انا البروديوسر بتاعك. ايوه لما انت البروديوسر يبقى تفهم انك تنفذ كلامي وبس. تحت امرك يا كبير. طيب خلونا دلوقتي بس نتعرف على الوجه الجديد اللي معانا. الاستاذه معموله. الاستاذه معموله خبره في مجال الاعداد التلفزيوني. ده انت ما تعرفش انا جبتها ازاي. انا خطفتها خطف من كل القنوات. خطفتها خطف. اكيد خطفتها من فرن. ايه؟ معموله. هي دي معموله لينا ولا هي اسمها يعني ايه؟ نشأت معموله لينا. امال ايه دي؟ مش فاهم. الاستاذه معموله. هي الاستاذه معموله. معموله زي ده اسمها يعني؟ ايوه. اهلا وسهلا بيكي، نورتينا. انا نورتكم؟ نورتينا عادي يعني، قلت لك حاجه عاديه يعني مش فاهم. انا متشكره جدا يا فندم، ده شرف كبير ليا. انا سعيده جدا، انا حاسه ان انا حققت كل احلامي خلاص. كل احلامك ايه؟ امال لو قلت لك شرفتينا هتعملي ايه؟ معلش يا رشاد، اصل هي عواطفها جياشه شويه. يلا معموله اتفضلي. معموله دي از فيري فيري جينيوس. طيب يا ترى بقى معموله يعني محضره لنا افكار ايه في البرنامج للموسم الجديد؟ انا حضرتك عايز فكره مني انا؟ ايوه حبيبتي، دي شغلتك على فكره. بجد؟ دي شغلتي انا؟ هو في ايه يا مالها يا حبيبي؟ في ايه؟ معلش معموله خف الانبهار شويه. حاضر. بص حضرتك، انا مجهزه حاجات هتعجبكم ان شاء الله. انا عارفه والله. بص حضرتك، 2 شيش طاووق ووقت برجر بيض وبالجبنه من غير كاتشب. انا اسف. في ايه يا ماما؟ انت جوعتينا باللي انت افكار ايه دي؟ انا اسف يا فندم والله، اصل انا كنت هطلب اوردر. تحب اطلب لك معايا؟ لا متشكرين. لا والله شكل حضرتك هفتان يا ستي. مش عايز حاجه. هطلب لك شاورما لحمه يا بنت. عايز ايه؟ شاورما فراخ. يا عم شاورما فراخ ايه؟ ويعني احنا عايزين نشتغل طول عمره عشان عمل يعني. لا معلش يا حبيبي، معلش ده شغل عمل دلوقتي بس. حبيبتي احنا عايزين افكار للبرنامج. حاضر. ايوه اهي. بص بقى حضرتك، اتفضل. احنا هنعمل حوار مع المجرمين، يعني نجيب مجرم لسه عامل جريمته طازه وحضرتك تروح تعمل معاه الحوار، بس بشرط نصوره من ظهره علشان الناس ما تشوفوش. ثانك يو. حلو. شفت التجديد. تجديد ايه يا اسطى؟ تجديد ايه؟ دي فكره بتتعمل من الستينات على فكره. لا بس احنا هنصورهم من ظهرهم. ايوه ما هم كانوا بيصوروهم من ظهرهم. انت بتسقف على ايه؟ ان هنيت انت كمان. طيب اعمل ايه؟ نضربهم على ظهرهم؟ شفيق ابوس ايدك ارحمني وركز معايا، ده اول حلقه. خلاص ما تقلقش يا جماعه، حد عنده افكار تانية؟ طب اقول لك فكره حلوه. لا احنا جايبينك عشان تقول افكار وحشه. انت بالذات. لا انا ما عنديش الا افكار حلوه. قول انا يا شاشه. احنا ممكن نعمل مسابقه علميه ثقافيه اجتماعيه. ونحاول ان احنا ايه المسابقه دي تكون فيها فريقين. فريق على ايدك اليمين والفريق الثاني على ايدي الثانيه. اللي هي الشمال. اللي هي الشمال. ونحاول بقى نسالهم اسئله مهمه قوي، ويكون الفريقين دول من الثانوي او الجامعه او كده. الله. انا منبهر والله بالفكره. ونسمي البرنامج العباقره. لا مش هينفعش الاسم ده بالذات. ليه بقى؟ كده عشان برنامج زيه بالظبط اسمه العباقره، وانا عاوز اعمل حاجه جديده. ولما انت عارف ان في برنامج تاني اسمه العباقره بتسرق فكرته وتقولها لنا ليه؟ ما انا قلت لك، هقول لك اسم جديد. ايه؟ العبقري. ايه ده؟ طب هو انا واحد فيهم يبقى العبقري يعني؟ الباقي هيقعدوا يعملوا ايه يعني؟ ما الهدف من الاسم ان احنا نغير من الاسم. لا انا التغيير، الهدف التغيير يعني. تغيير. مش وحش الفكره على فكره. بقول لك وحش الفكره. سقف يا حبيبي سقف. الواد ده انا مش عايز اشوفه في البلاد تاني. اعتبره حصل يا كبير. It will be coming soon. يعني
ويل بي كامينج سون، يعني مش عارف هي ويل بي صح ولا غلط، ويل كامينج سون يعني ما تقلقش كله هيبقى تمام. معموله يلا بقى، يلا معموله طلع لنا فكره كرييتيف كده. ثواني هطلع عاده الكرتيفتي بتاعتي. ايه 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 الكرتيفتي؟ لا مالناش في الانجليش، اسمها كرتيفتي. كرتيفتي معنى طلعيها. هو انت دي اللي وقفتك؟ هو ايه ده؟ ايه ده؟ ده هي اول ما هتحلها هتلاقيها طلعت فكره مبهره. ده تحلها ايه دي؟ اللعبه دي بقى لها 80 سنه في مصر محدش عارف يحلها. وعيد اللي حلها ويل سميث. ايوه. وغالبا حلوها له قبل التصوير وادوها له جاهزه يعني. طب خلاص. هو انت بتعملي ايه يا معموله يا ماما؟ بحلها. لا بقول لكم ايه؟ انا ما عنديش وقت خالص للهبل اللي انتوا عمالين تعملوه ده. انا عندي سفريه يومين كده وعايز ارجع الاقي كل حاجه تمام. روح انت يا كبير. واحنا ان شاء الله عقبال ما تيجي نكون جهزنا لك فكرتين ثلاثه. صح صح، نقشاشه بيتكلم صح يا ابني. لا انا دي جمله دي بتقف ليه؟ انا ما قلتش حاجه. بتتكلم صح يعني دي جمله؟ اتكلمت انت فاهم انك ما بتتكلمش يعني؟ نقشاشه بيتكلم صح. انت هتسيبنا نعمل برين ستورمنج وترجع تلاقي كل حاجه زي الفل. بص يا شباب، هو ده هيعرف يعمل اللي انت بتقوله ده؟ هو ايه مش انت عارف يعني برين ستورمنج؟ انا انا عايزك تثق فينا اكتر من كده يا نشأت. تثق فينا تروح وترجع وتجيب لنا هدايا تيجي تلاقي افكار على طول. طيب بصوا يا شباب، انا مسافر دلوقتي ولما ارجع تكونوا عملتوا تصور كامل للحلقه الاولى، ومش هبتدي اي فقره غير لما استلم التقرير بتاع كل الفقرات. مفهوم؟ فاهمين احنا في المدرسه احنا زمان واقف جنبه ما قلتش فاهمين. بتقول فاهمين ليه انت؟ انت هز دماغك وخلاص تمام؟ يلا فاهمين؟ لا هز دماغك. تمام. ربنا يستر. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في أولى حلقات الموسم الرابع من ما وراء البرنامج. ومعنى إن ده الموسم الرابع يبقى البرنامج ناجح. إحنا رقم واحد على مستوى الوطن العربي، كل البرامج بتقول على نفسها كده، وكل المسلسلات يعني كلنا رقم واحد بس جنب بعض، يعني مفيش ترتيب، هو كله رقم واحد جنب بعضه كده، مفيش حاجة مختلفة خالص. السنة دي وفي الموسم الجديد الحقيقة جايبين لكم فقرات مختلفة وجديدة ومتنوعة. وطبعا لما نجحنا النجاح الكبير ده القناه عملت لنا دول كيو كارد، حاجه كده من بتاعت البرامج الاوروبيه الجميله. السنه دي يا جماعه هيكون معانا كبار المحللين المهمين اللي في البلد. هنجيب لكم كل حاجه وكل الاخبار المحليه والعالميه. انا عارف طبعا ان انتوا كنتوا متعودين ان البرنامج كوميدي وساخر، ده الشكل القديم. لكن السنه دي لا، مفيش لا كوميدي ولا ساخر. السنه دي البرنامج جاد وهادف، بيقدم الراي والرأي نفسه مفيش. هو الرأي الآخر ده تنسوه من دماغه وتنسوه من تاريخه كله. وعشان كده النهارده الحقيقة معانا فقرة لا يمكن تكونوا شفتوها في أي برنامج قبل كده. إحنا معانا فقرة مراسل الشارع، هيناقشكم ويتكلم معاكم في كل المواضيع، لأن رأيكم مهم بالنسبة لنا الحقيقة. يعني إزاي نطور البرنامج؟ إيه الفقرات اللي ممكن نضيفها؟ آراء حضراتكم اللي هي كلها لازم تبقى على راسنا ونعرف هنشتغل ازاي. عشان كده أعزائي المشاهدين، مع أولى فقرات الموسم الجديد، فقرات الموسم الجديد جبنا لكم فقرة عمرها ما تقدمت في أي برنامج تاني خالص، فقرة مراسل الشارع. حد فيكم شاف مراسل شارع في برنامج قبل كده؟ ما أعتقدش. ويسعدني دلوقتي في أولى فقرات البرنامج إن يكون معانا زميلنا المراسل على الهواء مباشرة. أهلا بحضرتك. ما تعمل لي يا عم بقى الشاي اللي قلت لك عليه. اه بقول لك ايه، معلقتين سكر بقى كده على جنب. بقول لك ايه، لو معاك باتيه او لو شاي بقى حط لي سندوتشين، حط لي سندوتشين على الشاي. لا ما انا كل ما اطلب حاجه تقول لي على الهوا على الهوا. هو في ايه يا جدعان؟ على الهوا بجد؟ ماشي. مساء الخير يا ريس. مساء الخير. مساء الخير على كل المشاهدين والمشاهدات. نقشاشه؟ هو انتوا جايبين لي نقشاشه مراسل؟ نقشاشه مراسل ازاي؟ نقشاشه ايه؟ طيب يا استاذ نقشاشه، مقدم لنا ايه النهارده؟ والله يا ريس استاذ محمد، انا في الشارع دلوقتي. ايوه يا باشا، ما احنا شايفين انك في الشارع والله، يعني شايفين. هتعمل ايه في الشارع؟ شغال مراسل يا ريس. يا راجل ده انا كنت فاكرك هتنام على المسامير. انت هتستهبل؟ ما احنا عارفين انك هتقدم فقره الشارع، هتعمل فيها ايه؟ والله شوف حضرتك عاوز ايه من الشارع يا ريس. هات لي علبة السجاير. ماشي. اللي انت بتشربها؟ ماشي يا باشا، هجيب لك دلوقتي. بص يا استاذنا شاشه، يعني اعتبرني مش موجود خالص. قدم انت الفقره زي ما انت عايز وورينا. يلا خلاص ماشي يا ريس.
ما تشتغل يا ابني، انت واقف ليه؟ اعزائي المشاهدين والمشاهدات، احنا نزلنا النهارده الشارع نسال الناس عن رايهم في برنامج ما وراء البرنامج. لا مش واخد بالي الصراحه. برنامج ما وراء البرنامج ما تعرفوش؟ بص بصراحه اصل انا مش متابع التلفزيون قوي، وما بتفرجش غير على قناه واحده. قناه ايه بقى؟ قناه النهار. بتفرج على قناه النهار بس؟ شغاله عندي على التلفزيون 24 ساعه. ما هو البرنامج بقى بتاعنا دوت هو على قناه النهار دي. لا مش واخد بالي الصراحه. ايوه طبعا ده برنامج حلو جدا. حسن ده انا ما بفوتليش حلقه. ايه بقى اكتر حاجه بتعجبكم في البرنامج ده؟ البت. البت؟ البت اللي بتتصل على طول معاها دي صراحه مش طبيعيه. دي البت بتاعت الموسم الثاني؟ ايوه. بصراحه صاروخ. اكتر حاجه حبيتها في البرنامج ده في الموسم الاول كان تقريبا في سكتش كده، كانوا في بيت وبيغنوا مهرجانات. ايوه السكتش ده عجبني. حافظها حته حافظه. ايه بقى الكنبه اللي كانت وراهم؟ كانت تحفه. ممكن تسالني والنبي الانتاج جايبينها منين؟ لحسن انا كل يوم افتح اليوتيوب واتفرج عليها. انا تقريبا بكرش على الكنبه دي. يعني اللي عجبك من المشهد كله كنبه؟ تحفه. حبيبتي انت مش هتصدقني واقف مع مين؟ مع الاشاش. ايوه بتاع برنامج ما وراء البرنامج. يا بنت والله هو. انت عارف انا وخطيبتي بنحبك جدا، بنموت فيك. والله ويا بنت والله العظيم واقف معاه. والله انا بنتفرج على البرنامج ده عشان خاطرك والله. ومصرت عليا نحط صورتك على ورق الحائط عندنا في الريسبشن. انا متشكر. انا ما كنتش متخيل ان في حد يحبني ويعرفني كده. مين ده اللي بيحبك؟ ده انت نجم النجوم يا باشا. ده انت شمس المجره والباقي بره. ربنا يخليك. امال الاستاذ محمد ده بيقول دايما عليا انا فاشل ليه؟ فاشل؟ ده هو اللي ست ده عين نفساني واد ولا يهمك منه. يا حبيبي عايز ايش؟ كنت عايز اتسلم عليك. سلم على المنزل. سلم عليك. سلام عليك. ازي حضرتك؟ ايه بتحبين انا؟ مش قلت لك؟ لا بس مش انت مخطوبه؟ طب هتحبيني ازاي؟ تاخدي رقمي؟ بس خاطر خطيبتك ايه؟ لا بس هتخطب حضرتك واقف جنبي على طول. بتقول لك ايه؟ بتقول لي عاوز رقمي. رقم مين؟ لا طبعا ما ينفعش. رقم مين؟ احنا هنهزر. انا قلت لها برضه. لا انت تروح لها البيت. انت تروح لها. انا رايح اتغدى عندهم دلوقتي، اخدك معايا يلا. طيب امسك كده امسك كده. حاضر. سلام. اهو استاذ محمد نشأت اهو اللي بيقدم البرنامج. ايوه عرفته؟ لا بصراحه مش واخد بالي. مش كده؟ لا. طب هات كده. طب هات ده. خد ده. نمشي يا عم. مش هات التليفون بتاعي. هات. ايه بقى اكتر حاجه بتعجبكم في البرنامج اللي فيه الصاروخ دي؟ بقى دايما كده بقى ايه معاها كده حاجه جنبها. ايوه حاجه جنبها كده. استاذ محمد شنطه بينك. الصراحه الشنطه بينك بتجيبني. شنطه ايه؟ هو هيتكلم معاك في شنطه؟ لا بص يعني هو في دايما كده حاجه حلوه تبقى على ايديها الشمال. ايوه تقريبا دي كده دبله او خاتم. يعني هي مخطوبه؟ بقول لك صاروخ. ما البرنامج بقى اللي فيه الصاروخ دي اللي بيقدمه استاذ محمد نشا. ايوه فعلا انا شفت فعلا في حد بيقدمه معاها، بس الصراحه مش متذكر اسمه قوي. لا ما هو يعني مش لسه قايل لك اسمه استاذ محمد نشا. ما انا بنساه بسرعه. انا مره لمحت واحد كان لابس بدله واقف كده جنب الصاروخ. ايوه هو ده. هو ده. يا عم انت هتقعد تعرفنا ليه؟ محمد نشا هو خطيبها؟ لا والله ما خطيبها. مش خطيبها. بقول لك ايه؟ معكش رقمها؟ رقم الصاروخ؟ نشأت؟ لا والله ما اعرفش مين نشأت ده. انا ما اعرفش في البرنامج ده غير الكنبه. نشأت هزعل يا عم محمد. مين ونشأت مين؟ فكك من العالم دي، احنا لازم ناخد سيلفي. مش خلاص عشان مش عامل حسابي دلوقتي. انا مش عامل. انت زي القمر. يلا تعالى. ها بتحب استاذ محمد نشأت؟ لا. امال بتحب مين؟ نشأت. بيحب نشأت. بيحب نشأت. انا دي مؤامره. دي مؤامره اقسم بالله. انا متاكد ان الواد نشأت مدبر اللقاءات دي كلها. انا ما حدش يعرفني يا شفيق. ليه؟ هو انا نكره للدرجه دي؟ اهدى يا كبير اهدى. مش اهدى يا شفيق. وبعدين تعالى هنا.
هو في صاروخ اشتغل في البرنامج ده قبل كده؟ انت عمرك في حياتك شفت صاروخ في البرنامج ده؟ ما حصلش يا كبير. والكنبه، الكنبه دي تتحرق، ما اشوفهاش في البلاتو تاني. تتحرق، يلا يلا تتحرق، فاير فاير فاير. وانت انت بتحببي انت الاخرى. اصل انا اول مره احضر تصوير. يا سلام يا بنت، بطلي هبل بقى. روق بس، روق عشان الضغط. بص خد لك بق عناب عشان ضغطك. مش عايز. بق صغير اعتبره دواء. ما قلت مش عايز. الله، وانت بقول لك ايه، هو انا مش قايل لك بقشاشه ده ما شوفوش في البرنامج تاني؟ لا، انت قلت لي ما شوفوش في البلاتو تاني. ودي فرقت معاك يعني؟ طبعا، دي حاجه ودي حاجه. يا كبير، انت قلت لي مش عايز اشوفه في البلاتو، نزلته الشارع. يا غبي، بقول لك مش عايزه يبقى موجود معايا، غوره في 60 دقيقه. طب ما تقول كده من الاول يا نشأت، ايه لازمتها الالغاز ديت؟ انا بروديوسر مش المفتش كولومبو، اعجبها ازاي يعني؟ المهم سيبك من ده كله بقى، عايزين نجهز الفقره اللي جايه، الفقره اللي هتكسر الدنيا، الفقره الرياضيه. ربنا يستر. ودي جايبين لنا فيها مين بقى ان شاء الله؟ يا نشأت شغال مع شفيق. يا نشأت، انت مش قلت لي عايز حد عالي قوي صح؟ صح. اتفضل. ريني كده. ايه ده؟ لا لا ما تهزرش بجد والله؟ ايه ده؟ معقول؟ مالديني؟ كابتن رمضان مالديني يحييكم من الاستوديو التحليلي لبرنامج ما وراء البرنامج، استوديو الخبر الطازة، استوديو الفلسفة والتحليل والمنطق الاستنباطي، استوديو الأمل، استوديو النور. معانا وفي البرنامج هتلاقوا كل الأخبار الجديدة. الاستوديو بتاعنا اللي بيميزه عن أي استوديو تاني إنه استوديو بلا أيديولوجيات، بلا ديماجوجيات، بلا تحيزات. مع كابتن رمضان مالديني اللي هو انا، عشان لو نسيتوني هتخشوا كواليس الرياضه، هاخدكم في الزخانيق الضلمه عشان تعرفوا اللي بيحصل من وراكم. مع كابتن رمضان مالديني هتلاقوا عندي كل كواليس اتحاد الكره المصري، هتلاقوا عندي كواليس اتحاد الكره الافريقي، هتلاقوا عندي كواليس الكاف. هي ايه الكاف؟ انا اعرف كاف كتاب، كاف كونغر. اقول لك معلومه عن الكونغر، انت عارف ان ضربه رجله قويه جدا؟ وانا مالي يعني؟ انت عارف ان لو ضربك برجلك هتوجعك؟ انا مالي انا يضربني الكونغر ليه؟ انا وبعدين يضربني برجل انا ازاي الكونغر؟ مش فاهم يا سيدي. انا قصدي ان الكاف هو الاتحاد الافريقي. طب ما انا عارف يا كابتن نشأت، ده تكرار يفيد التوكيد اللفظي. وكما قال القدماء ان التوكيد اللفظي يفيد ويقدر ويبرز المعنى ويقوي، وده اللي بيرسي دعائم التواصل الميتافيزيقي بين الراسل والمرسل اليه. حتى يا ما يعني بص، هو واضح طبعا ان حضرتك مثقف جدا وجايبين ضيوف على اعلى مستوى في البرنامج، بس يعني احنا عايزين حاجات كده في مستوى المتفرج البسيط العادي، الراجل اللي بينزل على القهوه كده مش طايق مراته فينزل يقعد يشرب كوبايه شاي ويتفرج له على شويتين كره حلوين، يفهم يعني الطالب اللي بيهرب من المدرسه ويروح يقعد على القهوه، يعني عايزينه في مستوى، بلاش مستواك يا كابتن مالديني، مستوى الصغير ده. يا نهار ابيض يا كابتن، طب ما تقول كده من الصبح، ده انا قعدت بقالي يومين بحضر وعمال اجيب في كلام، وجبت الواد كمال يقعد يحضر معايا ويكتب لي. انا اصلا يا كابتن نشأت، انا اصلا بحب المتفرج المتوسط، انا متخصص في المتفرج المتوسط، انا اصلا مستواي كمحلل مستوى متوسط. طب جميل جميل ما شاء الله. نبتدي الحلقه بقى، يا ترى مين اللي اطلق عليك لقب مالديني؟ بابا، ابويا حبيبي. وليه بقى يعني؟ ليه سماك مالديني؟ ما هو هنا بقى المشكله يا كابتن نشأت، كل الناس لما بتسمع اسم رمضان مالديني ايوه بيفتكروا ان انا اسمي رمضان واللقب هو مالديني، وده خطا شائع. امال ايه؟ انا اسمي مالديني، اسمي في البطاقه مالديني، رمضان ده بقى هو اللقب اللي اطلقوا عليا المحبين والمعجبين في القهوه. يعني اسمك الحقيقي مالديني؟ مالديني. ورمضان ده الشهره؟ ايوه. طب هم ليه سموك رمضان يعني؟ عشان بصوم رمضان. ما كلنا بنصوم رمضان. لا انا قصدي بصوم رمضان كله يعني. ايوه يا باشا، ما كلنا بنصوم رمضان كله عادي. انا قصدي لحد المغرب. يا باشا ما هو ما احنا بنصومه، احنا بنصوم لحد العصر، لحد المغرب برضه بنصومه. في ايه يا كابتن؟ انت واقف لي على الواحده ليه يا كابتن؟ انا سموني رمضان عشان انا كنت نجم الدورات الرمضانيه. يا باشا ما كلنا كنا بنلعب في الدورات الرمضانيه. لا يا كابتن نشأت، انا بحلل الدورات الرمضانيه. وهي الدورات الرمضانيه دي محتاجه تحليل؟ انا بعون الله احلل اي حاجه ليها علاقه بالرياضه،
انا حللت جميع انواع الكوره يا كابتن نشأت. حللت كره قدم وحللت كره ميه وحللت كره يد وحللت هاند بول. ما هي 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 يا باشا. ما قلنا توكيد لفظ يا كابتن نشأت فيه ايه بقى؟ ما لا مؤاخذه لا مؤاخذه انا اسف. طب اتفضل كمل يا فندم. تصدق بيا يا كابتن نشأت؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله. انا في مره حللت الدومينو على القهوه. لا ازاي دي بقى افهمها؟ واحد من اللي قاعدين على القهوه سالني قال لي هو الدومينو حلال ولا حرام؟ قلت له حلال. ايه يا باشا؟ لا معلش قلت له ايه؟ قلت له حلال ما فكرتش فيها قلت له حلال على طول. اعزائي المشاهدين يعني انا بس عايز اطمنكم الفقره الرياضيه دي مش هتكون معانا كل حلقه يعني هي بس هتكون معانا لما يكون في احداث رياضيه سخنه مثلا ولا حاجه يعني مثلا لو المنتخب اتغلب من السنغال او مثلا المنتخب انهزم من السنغال. لا طب ما هي هي. لا ما هي توكيد لفظي. ده انت لقطت الشغلانه بقى. امال ايه طبعا ما شاء الله عليك. طب كابتن مالديني يعني بما اننا بقى داخلين يعني على ايام سودة يعني ايام جميله والمنتخب عنده مباراه قريب والتصفيات هتبتدي وجابوا لنا كابتن ايهاب جلال. يا ترى راي حضرتك ايه في كابتن ايهاب جلال؟ ايهاب جلال؟ ايهاب جلال. إيهاب جلال؟ كابتن إيهاب جلال؟ أيوه كابتن إيهاب جلال، أنت إيه مش عارفه؟ لا إزاي؟ معرفوش، لا إزاي طبعًا، عارفه طبعًا كابتن إيهاب جلال. كابتن إيهاب جلال مدرب المنتخب. قوله المصحف. والمصحف؟ ما مش عارف بصراحة. مش عارف إيه يا باشا؟ طبعًا كابتن إيهاب جلال طبعًا عارفه، عارفه. إيه رأيك بقى؟ إيه رأيك في تولي كابتن إيهاب جلال تدريب المنتخب؟ شوف يا كابتن نشأت أنا هديك مثال كويس يعني هوضح لك الموضوع خالص. أنت مثلا دخلت مطعم وطلبت أكل عشان تاكل ونزل قدامك الأكل أشكال وألوان حلو سمك ولحوم وطيور وكل ما كل الحاجات اللي أنت بتحبها حلو وكلت وشبعت ففجأة نزلوا لك الشيك عشان تحاسب جيت تحاسب حطيت إيدك في جيبك ما لقيتش بقى معاك أي كاش رحت طالب منهم الفيزا أيوه علشان تحاسب قالوا لك مفيش شبكة رحت مكلم ايهاب جلال لا يا كابتن خليك معايا شويه يا كابتن ايه اللي جاب كابتن ايهاب جلال دلوقتي انت سايب العيال والمدام رهن في المطعم تمام فخرجت الشارع علشان تدور على مكنه اي تي ام لقيت مفيش غير مكنه واحده بس في الشارع حلو واقف بقى عندها كابتن ايهاب جلال لا كابتن ايهاب جلال ما بيسحبش كاش بيحاسب بالفيزا كابتن ايهاب جلال على طول عنده شبكه اسمع مني بس ماشي. انت دلوقتي قعدت تدور على المكنه دي لقيت مكنه واحده بس حلو فلقيت طابور طويل قوي حلو الطابور ده بقى واقف فيه كابتن ايهاب جلال لا ده عشان القبض اليوم ده كان يوم القبض كابتن ايهاب جلال ما جاش معانا في الموضوع تمام فانت لازم تقف في الطابور ده مضطر علشان تسحب فلوس بس كده بس ايه مش فاهم بس ايه بس ايه ايه بس ايه ايه اللي بس فين كابتن ايهاب جلال ايه اللي جاب كابتن ايهاب جلال انا ماليش دعوه بكابتن ايهاب جلال انا بقولك على الوضع اللي احنا فيه ماله الوضع اللي احنا فيه محدش فاهم حاجه انت فاهم حاجه وضعي والمطعم وهم ما هو انا كنت بسال في ايه؟ مش عارف هو ده المحلل الرياضي اللي انت جايبه لي؟ جايب لي محلل دورات رمضانيه معفن مش كفايه هلا الاستوديو وانا ماما سامي هلا جايب لي الحاجات دي هلا يا كبير ايه ده يا كبير يا كبير على فكره كبير بقى مش طالبه غباوه ما انا قدامي كور كتير وممكن اضرب انا كمان تضرب خلاص يا كبير يا كبير يا كبير ماما سامي ايه انا بس شفت ان بدل الرياضه ما يكون ليها شريحه واحده انا قلت يبقى معانا اطفال وشباب وكبار وتبقى توسع معانا ثانيا ماله الراجل اللي احنا جايبينه از فيري فيري جود فيري فيري جود فيري جود فيري جود من انهي ناحيه افهم افهم يالا لا 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 يا كبير اهدى بس اهدى بس يا كبير اهدى يا كبير يا كبير اهدى مش كده يا عم ما تحوش انت سايبه ليه يضرب يا اخي سيبني يا سيب انت بتبص لك ده سيبني هقتله 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 ايه يا كبير انت هتقتلني بالكره ديت طب خد الكره الكبيره حتى مش كده وبعدين بقى بقول لك ايه يا كبير الموضوع ده بره عني معموله ايه اللي جابته معموله انت بتهببي ايه انتوا الاخرى اصل انا اول مره الصراحه اشوف خناقه الموضوع مثير جدا البت دي هتجلطني انت جايب البت دي تجلطني يا شفيق صح طب بس اهدى كده وانا هقول لك موضوع مالديني ده جه ازاي انا والله عايز اجيب احسن حد في مصر بس انا كل ما ارشح حد مستر شفيق يرفضه ترفضه ليه يا شفيق بيرفضه اللي بقول له يا عم بقى انا في الاول
كنت مرشحها الكابتن محمد بركات. بركات بركوتة؟ ايوه. طب ما حلو يا شفيه. حلو ايه يا كبير؟ حلو ايه؟ بركات كاريزماتيك، يعني كان ممكن ياكلك في الكادر، وده عايزك انت تبقى الستار، وبعدين انت مالك الحركات، انت النجم اللي بنوره، افهم. بلاش، قلت تجيب كابتن احمد المحمدي. حلو برضو احمد المحمدي. لا كابتن احمد المحمدي حلو ايه؟ وبعدين المحمدي ده لسه مستجد في التحليل، وبعدين محدش فاهم هو اعتزل ولا ما اعتزلش، يعني ممكن يكون بيلعب في نادي من الباطن وما احنا ما نعرفش. قلت نجيب الكابتن رضا عبد العال، ده راجل ترند ومربي بص ضفره الصغير. رضا عبد العال، رضا عبد العال بيتنطط من برنامج لبرنامج لبرنامج كبيره، كان يديك دقيقتين، دقيقتين وهيقعد يقول لك غلط غلط غلط، وموسيماني وحش وغروش وحش وده وحش، ممكن يقول لك انت كمان وحش، فاحنا هنكسب ايه احنا من كده؟ ايوه صح، ده مش عاجبه حد خالص خالص. قلت له نجيب الشيخ طه، مفيش حد بقى مخضرم اكتر من كده. شوف الغباوه بقى، شوف الغباوه بقى، عايزه بعد كل ده تجيب شيخ يحلل فقره الكوره، ولما اجي بقى اعمل فقره دينيه اجيب مين؟ كابتن مدحت شلبي؟ الواد ده حمار يا غبي يا غبي. الشيخ طه اسماعيل ده اكبر محلل تكتيكي كوره في مصر. الشيخ طه؟ ايوه الشيخ طه. ايوه يا ابني الشيخ طه. قول والمصحف. والمصحف. طب وايه اللي جابه ده الشيخ طه؟ ايه اللي جابه يحلل الكوره يا ابني؟ هي دايره كده كلهم شيوخ وحجاج، الحاج جلال علام والحاج عامر وكلهم حجاج في بعض، مفيش حد ليه كوره بيشتغل في اتحاد الكوره. والله الكوره اتغيرت عن زمان يا كابتن جدا محمد. انت اللي حمار. طب اهدى بس، وكله هيتحل، كل اللي انت عايزه هيتحل. ومع ذلك، ومع ذلك، ايوه مع ذلك، تجيبي لي الشيء ده ليه؟ جبتيه من انهي مصيبه؟ كابتن مالديني ده اشهر محلل كروه في القهوه اللي تحت بيتنا، على فكره هو بيتشكر فيه جدا، ده بيقول ان هو بيفهم اكتر من الشوالي. بابا، بابا اللي جابهولك، بابا اللي جابهولها. بابا تسيبني، سيبني، روح انت هات لي بيتزا، روح. بابا اللي جابهولها. بقول لكم ايه، الواد ده ما يطلعش معايا ولا حلقه تانيه، ما شافوش في البرنامج، ومحدش يقول اصله طلع في الحلقه الاولى. اعتذروا للناس، قالوا لهم مات، اتحرق عربيه خبطته، ما شافوش في البرنامج تاني. اهدى اهدى اهدى، ولا يهمك، مش هنقول كل الكلام ده، هنقول لهم على القهوه عادي. بس انت اهدى عشان الفقره اللي جايه. مش عايز فقره جايه، انا عايز اروح البيت كده واقعد اتدفى في السرير، يمكن اعرق واقوم كده الاقي ربنا خدك يا رب. ايه يا كبير؟ في ايه يا كبير؟ الفقره اللي جايه الفقره بتاعتك، اللي بتقابل فيها جمهورك، بتقابلهم فيس تو فيس، دي فرصتك، فرصتك يا نشأت عشان تقابل جمهورك. ده انت اللي بتعرف تتلاعب بمشاعرهم وتاكل ودنهم وتلهب احاسيسهم وتسخن مشاعرهم وتجرح احساسهم. انت يالا، هو انا جوهره ولا لورديان؟ يالا حمار اسطوره، يالا الحمال، يالا دي بس، يالا اسخن مين؟ يالا اسخن مين؟ غطي مش كده يا كبير، اسخن مين يا كبير؟ غطي الحمال. حاضر. بقول لك ايه بقى، هي دي فعلا الفقره الوحيده اللي احنا ضمنينها، ربنا يكلمنا فيها يا رب، ربنا يستر. خلونا اكلمكم في موضوع مهم جدا، وهو الشغل. هل كل واحد فينا قبل ما يشتكي من الشغل ومن قرف الشغل فكر يسال نفسه هو ادى الشغل حقه ولا لا؟ في قواعد مهمه في الشغل لازم كلنا نلتزم بيها. القاعدة الأولانية إنك تشتغل عشان خاطر الشغل، مش عشان خاطر الفلوس وبس، تشتغل للشغل، تنجز فيه. بقولك إيه يا برنس؟ الفلوس اللي أنتوا مديناها لي دي مش هتنفع خالص. إيه ده يا باشا؟ إيه ده؟ أنا بقولك أهو، الفلوس اللي أنتوا مديناها لي دي مش هتنفع خالص. ما إحنا على الهوا. أنا بلا هوا بلا بتاع، أنا كابتن سيف زاهر معرض عليا قد المبلغ اللي أنتوا مدينه لي دوت 70 مرة، بس أنا مرضيتش أروح. مرضيتش اروح علشان ما اقطعش عيش كابتن عماد متعب، علشان هو برضه عنده بنات. وانا كمان عندي بنات. ما كلنا عندنا بنات يا كابتن نجم. بالظبط. بس ما ينفعش يعني، انا والله كنت ممكن اروح للاستوديو التحليلي بتاع كابتن سعيد وسمبوريه. مين؟ كابتن سعيد وسمبوريه بتاع غزل المحله. بس انا بقول لك اهو بقى وببلغك، عشان لو عرفت ان انا خلعت من البرنامج ده ما تزعلش. تمام؟ هو انا كنت بقول ايه بقى؟ هو انا اعزائي المشاهدين كنت بقول يعني عن القواعد بتاعت الشغل، ازاي ننجح في شغلنا. تاني قاعده هو الذكاء، لازم كل خطواتك تكون محسومه. انا اسفه انا اسفه انا اسفه انا اسفه انا اسفه انا اسفه، ما كانش ينفع والله يدخل لك كده ويقطعك وانت على الهوا. انا قلت له بس هو ما سمعنيش. امسحها فيا ارجوك، تمسحها فيا. ما همسحها فيكي. حاضر يا معموله، بس احنا لسه على الهوا والله. والله لسه على الهوا. اه صح، احنا لسه على الهوا. لسه على الهوا.
معلش يا جماعه، يعني اصل احنا يعني ما وراء البرنامج وانتوا عارفين يعني، فبنحب نقدم لكم الكواليس اللي ما وراء البرنامج. ثالث قاعده عندنا الحقيقه في الشغل بعد الذكاء طبعا يكون حسن القياده. ايه التخلف ده؟ تخلف ده تخلف يا متخلفه يا متخلفه، بتخش ازاي كده؟ ايه ده؟ انا اسف يا رشد بس مفيش تخلف كده في الدنيا. هي مين دي؟ مين دي ايه؟ معموله دي ازاي تدخل لك على الهوا؟ داخله لك على الهوا قالت تقول لك معلش انه دخل على الهوا. طب ما انت على الهوا يعني، ده كلام برضو. اتس فيري ستوبيد ستوبيد. مش لوحدها والله العظيم يا شفيق، انا هرفدها يا رشد هرفدها. بص حتى لو انا اللي جايبها هرفدها، انا ما عنديش في الشغل كده. دي مصيبه اللي حصل ده، مصيبه. هنزلك معموله يا شفيق. شفيق بقول لك ايه يا شفيق، شوف كده حد تاني عايز يخش معانا على الهوا؟ اه بجد. طب انزل اسال عم حسن السايس تحت يا شفيق، قول له اطلع هو معاه شويه تعال كده امسحوا العربيات هاتهم، خليه جابهم يا شفيق. اقعد حواليه حد يا جماعه هنا في الاساتذه المصورين عايز يخش. يا حسام يا فين شعبان؟ شعبان اهو، تعال خش يا شعبان، تعال بجد يا ابراهيم، تعال انت نفسك تمثل، تعال انا عارف، تعال يا ابراهيم. اقف اقف يا ابراهيم، ايه الحلاوه؟ اهلا وسهلا يا ابراهيم، هاتوا يا جماعه حد البوفيه. اقعد يا بتيجي تقعد مكاني بجد والله والله يا استاذ، تقعد مكاني. تعالى اعزائي المشاهدين، هي باظت الحلقه كلها متعاصه، كلها حلقه باظت. فاصل ومش راجعين تاني ان شاء الله باذن الله. مش انت بتعمل ايه يا ابراهيم؟ ايه يا نشأت؟ ايه يا نشأت؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت كبرنا، حرام عليك صحتك يا اخي، دي تالت ازازة عناب تشربها. انت ايه يا اخي؟ انت ايه؟ انت كده ضغطك هيوطى. انا خلاص انتهيت يا شفيق، سيبني انسى يا شفيق، سيبني. تنسى ايه يا نشأت؟ انسى اللي انت عملته فيا يا اخو، انسى اللي انت عملته فيا. ليه كده بس؟ واي واي؟ بيكوز هتقول لي واي، هقول لك بيكوز الحلقه باظت، حلقه باظت يا شفيق. جاي شاشه وجايبني بلضيني، واللي داخل واللي خارج كده كله عمال داخل علينا في الاستوديو. ايه يا ولا مراحيض عامه؟ مراحيض كله داخل وخارج. قال وانا اللي كنت عايز اعمل برنامج جد. ده بقى بيضحك اكتر من الاول يا شفيق. نشأت دونت بي نيجاتيف انرجي، بلاش طاقة سلبية، احنا ان شاء الله الحلقة الجاية هنكسر الدنيا. لا جاية ولا رايحة ولا قاعدة، خلاص انا هسافر الصين، هسافر الصين واطلع على جبل الشاولين، اقعد كده قدام غابات الخيزران واقعد اشوف العيال اللي بتلعب ساموراي دي كده، واحلق شعري زيرو واقعد اتفرج عليهم واقعد اكسر في القلل زي الاستاذ يوسف منصور بالظبط. ايه نشأة الاكتئاب الغريب ده يا نشأة؟ انا كده مش هنبقى فاهمين انك مكتئب، انا كده هنبقى فاهمين انك اتجننت. لا يا نشأة، وبعدين ليه كل دوت؟ ارمي ورا ظهرك خلاص، نقشاشة اعتبره مشي. انا مشيته وكلمت احمد رأفت مذيع الشارع يعمل فقرة الشارع، ولو مش عاجبك هجيب لك الاستاذ طارق علام بنفسه، طارق علام هيرجع من جديد على ايدك يا نشأة. وبالنسبة لمالديني انا خلاص مشيته، مالديني مشي، انا كلمت ارسن فينجر كل الخلاف دلوقتي على وجبة شاورما، هو عايز ياكل شاورما سوري في البريك وانا بقول له علبة كشري لوكس، وده امر سهل وهيتحل، ما تقلقش. بس يا شفيق بس، انا مش هعمل برنامج. بص يا شفيق، انا هسافر امريكا واروح انضم لجماعه الهنود الحمر واركب ريش كده لفوق ده واجيب جاموس واذبحه واسلخه واخد جلده واتدفى بيه بقى في الشتاء، واقعد كده قدام الخيمه استجلى كده مع نفسي، واقعد ايه يا نشأة الحاجات المريبة اللي انت بتقولها دي يا نشأة؟ ده اكتئاب مريب جدا. طب يا اخي ما انت لو مخنوق ما تسافر الساحل يا سيدي، سافر نويبع، اقول لك اعمل عمرة يمكن البرنامج ينجح. مستر نشأتي انا فرحانة قوي. وايه الجديدة يا معمول؟ احنا من ساعة ما شفناك يا اختي وانت فرحانة ومحدش فاهم ليه. لا المرة دي في سبب، تقارير المشاهدة ضلع، مش هتصدقوا احنا اعلى نسبة مشاهدة. بجد يا معمولة؟ بتقول لك احنا رقم واحد، احنا رقم واحد يا غبي، عملناها ازاي دي؟ احنا رقم واحد؟ الهبل اللي احنا عملناه ده عجب الناس؟ بقول لك يا شفيق اتصل بنقشاشة رجعه بسرعة
والواد ماما مالديني مالديني حبيبي يرجع يرجع وكلم ارسن فينجر ده اقول له ما يجيش كشري ايه وشاورما اقول له عيش عيش يتقالوا مفيش بريك خالص احنا كسرنا الدنيا. حينا هنا بابا بابا اللي جابه لي روح انت هات لي بيتزا معلش انا خدها تاني من اول حاجه. احنا من النهارده برنامج جاد وعميق السنه دي البرنامج جاد وهادف وايه تاني ما انا قلت لك هقول لك هقول هقول لك اسم جديد ايه العبقري العبقري لوحده والباقي دول هيقعدوا يتفرجوا عليهم يعني ما تجيش انا اشاش ما تجيش خلاص بقول لك ايه الواد ده يعني انا عارف انك بتحبه انا عشان كده جايبه ولا صح صح لا شاشه بتكلم صح يا نشا يا حبيبي لا انا قصدي ده كلمه عاديه لا شاشه عن كل حاجه حتى عن وقدامها طابور طويل جدا ده بقى واقف فيه كابتن ايهاب جلال لا ده النهارده الارض الزحمه دي مش عشان اسلب طولك كده الفقرة اللي جاية أهم فقرة دي فقرتك الفقرة اللي بتقابل فيها جمهورك فيس تو فيس الفقرة اللي بتلهب مشاعرهم وبتسخن احنا من النهاردة برنامج جاد وعميق